أخبار تانية شهدتها المحافظات المصرية. في الإسماعيلية تم إنشاء 5 مدارس بواقع 108 فصل بمحافظة الإسماعيلية استعدادا للعام الدراسي الجديد. في أسوان تم إنشاء مستشفى السباعية لخدمة أكثر من 100,000 نسمة. وكمان في الشرقية تم تنظيم قوافل لبيع منتجات الزراعة. أما بقى في الأقصر فتم الإعلان عن فرص تدريب مجاني و2000 فرصة عمل في ملتقى توظيف الموجود في الأقصر. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الإسماعيلية تم الانتهاء من إنشاء 5 مدارس بإجمالي عدد فصول 108 فصل، من بينهم 3 مدارس جاهزة للافتتاح، إلى جانب صيانة 6 مدارس، وجاري العمل على إنشاء 10 مدارس وصيانة 12 مدرسة أخرى. تشهد محافظة أسوان تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى السباعية المركزي الجاري العمل فيها بنسبة 93% على مساحة 11,100 متر، ومكونة من 4 أدوار بتكلفة بلغت 482 مليون جنيه للأعمال الإنشائية. ومن المقرر أن تضم 69 سرير للعناية والإقامة والأطفال المبتسرين، وهيتم دخولها الخدمة والتشغيل التجريبي ليها خلال شهرين لخدمة أكثر من 100,000 نسمة بالمدينة، فضلاً عن أهالي القرى المجاورة ليها شرق وغرب النيل. أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية عن انطلاق قوافل زراعية لبيع منتجات الزراعة تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وعيد الفلاح، حيث تستهدف بيع منتجات المزارعين من خضروات وفواكه وبيض وغيرها احتفالاً بعيد الفلاح، ومتوفر بها أيضاً المنتجات للبيع على مدار اليوم. أعلنت محافظة الأقصر إقامة ملتقى للتوظيف يوم 14 ويوم 15 سبتمبر الجاري بمقر مكتبة مصر العامة، حيث يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل حقيقية داخل المحافظة وخارجها للشباب والفتيات من أبناء المحافظة. وبيتضمن الملتقى عرض أكثر من 800 فرصة تدريب مجاني في المجالات المهنية والحرفية والتكنولوجية وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني واللغات الأجنبية والحاسب الآلي، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 10 رحلات طيران دولية بتقل على متنها ما يقرب من 7,000 سائح، من بين 152 رحلة بيستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة. وبتقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في سوهاج بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال الإحلال والتجديد للعام المالي 2024-2025 بشبكات مياه الشرب لعدد 6 مراكز بتتمثل في مركز سوهاج وأخميم وجهينة وجرجا ودار السلام والبلينة، واللي بتبلغ تكلفتها 27.900 مليون جنيه، وبتستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات القائمة. شهدت محافظة كفر الشيخ افتتاح موسم حصاد الرز وسط جموع المزارعين، وده بالتزامن مع عيد الفلاح. كما أعلنت المحافظة متابعة أي مخالفات على حرق قش الرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم. في البحيرة انطلقت فعاليات مبادرة إنت الحياة اللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة بقرية كوم القناطر التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث تهدف للرعاية الصحية لأهالي القرى والنجوع المختلفة، وبتضم القوافل الطبية جميع التخصصات الطبية وبنك الدم، إضافة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية وتقديم العلاج مجاناً للمرضى. أعلنت محافظة الوادي الجديد الانتهاء من توريد وتركيب حوالي 25,000 كشاف موفر للطاقة بتكلفة 37 مليون جنيه، واللي ساهمت في توفير فاتورة الكهرباء بحوالي 70 مليون جنيه، وده ضمن خطة دعم وزارة التنمية المحلية للمحافظة في قطاع نظافة البيئة وتوفير الكشافات الموفرة للطاقة الكهربائية والإنارة العامة.